بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة مريم رجوي والإخوة الإيرانيين في كل قارات الأرض، أنا متشرف بأن أكون معكم في هذا اللقاء، وسبق أن التقينا ويعني تبادلنا أطراف الحديث حول هذا النظام الذي جاء إلى إيران. إيران تاريخ عريق وشعب له تاريخ يعتز به، لكن هذا النظام منذ أول يوم جاء خميني إلى السلطة وهو يعلن عن تصدير الثورة، ولهذا احنا نجد تدخلهم في الأقطار العربية، فدخلت إيران إلى العراق ودخلت إلى لبنان ودخلت إلى اليمن ودخلت إلى سوريا، وحتى الأقطار التي ليس فيها مشكلات تدخلوا في الأردن، حاولوا أن يقيموا تنظيماً مسلحاً، تدخلوا في المغرب، تدخلوا في الجزائر، تدخلوا في السودان. هذا النظام لا يفسد فقط على الشعب الإيراني، إنما يفسد أيضاً على جيرانه، ولهذا لابد أن نقف مع الشعب الإيراني الذي امتلأت به السجون والذي الإعدامات تتم بصورة مستمرة. هذا النظام ديكتاتوري، هذا النظام لا يراعي أن إيران دولة غنية، ثروات إيران تصرف على حزب الله، ثروات إيران تصرف في الحوثيين، الشعب الإيراني أولى بهذا المال، ولهذا وحدة الصف ما دام الهدف واحد اللي هو أن يقع التغيير في إيران، لتكون إيران دولة محترمة قوية داخل أرضها، تحافظ على جيرانها، تقيم علاقات طيبة مع العالم. ماذا يستفيد الشعب الإيراني مما يسمى بالأسلحة النووية؟ هذه رحلة في المجهول، هذا نظام يخدع الناس، هذا الدين يتمسحون به، ولكن قتل الأطفال في سوريا وقتلهم في اليمن وقتلهم في كل مكان كأن الدين لا علاقة له. الإسلام بريء من هذه الممارسات، الإسلام يأمر بالبناء والإعمار ومساعدة الجار، هذا التمسح بالدين لا يقبله الإسلام. الإسلام ليس فيه كهنوت، هؤلاء كهنوت، يعني من الذي اختار خامنئي؟ من الذي اختار خميني؟ نحن لا نقبل لأحد أن ينطق بسم الله. الله يرحم كل البشر على الأرض، كلنا أولاد آدم وحواء، ولا يجوز لهذا النظام أن يستمر. يجب أن نعلي الصوت، ويجب هذه الحكومات العربية أن يمارس عليها الضغط لتقف موقف غير هذا الموقف الذي هو موقف المتفرج. الدول العربية واحدة بعد الأخرى تدخلها إيران، وحتى في فلسطين تتمسح بفلسطين، وكان أحمد نجادي يقول أن نحن عندنا أسلحة نمسح إسرائيل. تفضل امسح إسرائيل، لماذا لم تمسحها؟ لأنه نوع من الكذب، وبالتالي يكذبون على الشعب الإيراني، يكذبون على المنطقة، يكذبون على الإسلام، يكذبون على فلسطين. أنتم مضطرون إلى أن تتحركوا، ليست القضية نزهة، لا بد، وحينما تكونوا أخوياء تكونوا أخوياء بوحدة صفكم. وأنا أدعو أن يحقق الله سبحانه وتعالى للشعب الإيراني الحرية والكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.